دكتورة أمنة المصير، أهلا بيك يا دكتورة أمنة. أهلا بحضرتك. أنت بتسمعي معانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة، هو يتحدث عن أن التعدد مباح شرعا، وعندما ذهبنا إلى الجزء الثاني من الآية فتكلمنا عن العدل، ربنا كلمنا عن العدل، وإذا خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا ولو حرصت. ونكمل ولن تعدلوا ولو التانية لها مفهوم تاني مش ده. طب ما راح سبس. لا معلش عشان ما ندخلش الاول. لا ما احنا مع بعض. انت ولن تعدلوا دي مفهوم تاني. ده حوار العلماء. انا اسيبكم مع بعض. نعم ماشي. اتفضلي يا دكتوره، كيف ترين هذا التفسير من الدكتور احمد؟ انا ارى ان الحديث باكمله ليس وقته الان في اضطرابات البيوت، ونضيف للاضطرابات اضطرابات. كنت اود ان يكون الحديث فيه تثبيت لديمومة البيوت ولإدخال يعني الرضا عليها والسعادة ومقومات البيت السعيد، هذا الذي تحتاجه بيوتنا الآن. دكتور أحمد. نعم دكتورة بتقول ده ليس وقته وليس مكانه، الأهم سعادة البيوت واستقرارها، والذي قلته يبدو غير ذلك. شوف يا سيدي، معنا الدكتور أمن نصير. أنا طبعا لن أجاريها، لأن من أخلاقيات الزمالة العلمية ألا يتناطح العلماء، فلن أعلق عليها. هي هاجمتني في عدة قنوات ولن أبادلها الهجوم احتراما لزمالتها. احنا بنتكلم عن حوار دلوقتي. هي حرة في آرائها، هي بعدين هي تخصص فلسفية، ما لهم للشريعة الإسلامية، مع احترامي لها يعني. وهي مش قبل كده قالت إن المسلمة تتزوج بغير مسلم؟ اسألها. لا ما قلتش كده. لا قلتي، والأزهر رد عليك وأنا رديت عليك. قلت ده اللي في الغرب عند الأوروبيين. لا. بيحدث هذا. قلت ذلك يا دكتورة وما فيش داعي. وقلت المطلقة تقاسم زوجها في ثروته، ألم تقولي هذا؟ أنا لم أقل إن المسلمة تتزوج غير المسلم في بلادي. بالله العظيم وحق القرآن اللي حفظتيه في الأزهر ما قلت ذلك. يبقى امال الرد اللي طلع من مجمع البحوث بيرد على فضيلتك كان ايه؟ كان رد على كلام مغلوط. اعمل لكم ايه انا بقى؟ عرفت بقى كلام مغلوط. طيب وانا نفس الشيء كلام مغلوط، امال انت مش رد تقبل كلامي ليه؟ انما انا هرد عليها مش هرد عليها الحوار. لن ادخل. اسمعني بس، احنا بنرسي قيم اخلاقيه. طيب. انت تقبل مع اعلامي مخضرم زيك تدخل معاه في سجال؟ مع مين؟ مع اي اعلامي في سجال؟ يعني مش عايز تخش في سجال السيادة؟ لا مش هخش معاها. طيب خلاص اوكي. لا هي سيادة تطلب مني. لا لا هي تهاجم زي ما عايزة تهاجم. لا هي مش هتهاجم، هي بتقول رأيها. لا هاجمتني في كافة قنوات. طيب لكن يعني انا لن اهاجمها، لن ابادلها. ده من كرم الاخلاق. خلينا بس. لن ابادل. دكتورة كملي يا دكتورة. فرق ما بين الاختلاف في الاراء وما بين كلمة الهجوم التي تطلقوها على كل شيء. اتفضلي يا فندم. لا لابد ان نفرق ما بين الاختلاف في الاراء، يكون له راي وانا لي راي مختلف. في اطار الاختلاف كيف ترين هذه الايه؟ هل هي تقول الاصل التعدد ولا الاصل الواحده؟ تفضل. لا الاصل الواحد. على ما بنيت هذا التفسير او هذا المعتقد؟ لان هو ده ابو الاستقرار في البيوت التي من اجلها تبنى. يعني إذا أنت بتطبقي قاعدة اللي هو جلب المصالح مقدم أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيوه كده مظبوط يا فندم؟ مظبوط. طيب.